تخيلوش فرحتي بحريتي وبوجودي بيناتكم، وفعلا أنا بشكركم من أعماق قلبي على حسن الاستقبال. وندل هذا بدل على أصالة بلدة تل الصبر وأهلها. دكتور كمال، هذا أقل واجب ممكن نقدمه لشخص ضحى بسنين من عمره من أجل الوطن. إحنا يا دكتور بنرفع راسنا فيك وبأمثالك من أسر الحرية. أنتوا راس مالنا وفخرنا.